ومرتضى منصور برضك يعني في حاجات بتبقى اقاويل جايه منه اشاعات وفي حاجات بتبقى حقيقه. هو طبعا انا بشجع النادي الاهلي بس انا برجح ان باسم مرسي ده لعيب كويس قوي للزمالك، لان هو في ماتش اللي بين الاهلي والزمالك مسك الكره 4 مرات جاب جونين، فده دليل اللي هو لعب كويس. بص حضرتك انا لازم اقول لمصر والعالم كله ان مرتضى منصور طول ما هو في الكوره هيجيبها لتحت، هيجيبها صفر. مرتضى منصور جاي حتى لو ما لقاش حد يسيب له الدين، امك ولا ابوك هيسب للعارضه وهيسب للحكام. طبعا باسم ده لعيب قوي جدا وحد محترم جدا. مرتضى منصور مشكلته مع اللعيبه لما بيلاقي حد قوي وفعلا هيبتدي يبقى موجود في الساحه الاعلاميه هو بيبقى عايز ينط فوق اللعيب، والله هذا بيحصل. مرتضى منصور غاوي القمرات، فمن هنا بيبتدي يتكلم في اي حاجه. ما انا سيادتك مش متابع كوره يعني. ما مش متابع بصراحه بالنسبه من... يعني اخر مره لما الماتش الاخير لما لعبنا معاهم لقينا بيتكلم بقى بيقول ان احنا اسلوبنا ما كانش حلو والميداليات مش خارجين مش يعني مش عايزين نستلمها من غير نفس، وغير بقى الالفاظ اللي قال لك ان احنا شتمنا اللعيبه بتاعته والجهاز الفني واحنا ما بنعملش كده. بس فهو اكتريت اقاويله كلها اشاعات مفيش حقيقه. لا ما يمشيش طبعا، يعني انا كاهلاوي بقول له اللي هو ما يمشيش. يمشي ليه؟ لو رجعت للقصه مش هتلاقي اساسا ان باسم المحترم اللعيب اللي احنا كلنا بنحبه عمل اي حاجه غلط. هي قصه كلها مرتضى منصور عايز يبقى انا موجود، مرتضى منصور عايز يبقى قدام الكاميرات، لكن باسم احنا كمصريين وحابين الكره بنقول له كمل وبنقول له احنا كلنا معاك، وانت يا مرتضى طول ما انت جوه نادي الزمالك هتجيبه الارض. والله انا الموضوع بتاع الكره المصريه دي في أردع حالة بنشوفها، وإحنا مش وقته. البلد عاوزة انهيار، تفكر تفكير أكبر من إني تفكر موضوع زي موضوع الكورة يعني كده ليس له قيمة، يعني ما بيفيدش المجتمع المصري كله ولا البلد. والله أحب أقول إن يعني الأستاذ مرتضى منصور بس يعني حاول بقدر الإمكان اللي هو يبقى متعاون كده مع الجهاز الفني ويبقى كويس مع لعيبة الزمالك، وبلاش بقى الإشاعات والأقاويل اللي هو بيقولها دي. بس صح، بلد عاوزه اللي يبني زي ما قال رئيسنا السيسي، عاوزين اللي يبني وينجز وده كله. انما هناخد من الكره ايه؟ فئه معينه زي فرقه المغنى، ناس بتسمع مغنى، مش كل الشعب المصري بيسمع مغنى، مش كل الشعب المصري بيشجع كوره. ناس بتجعر على القهاوي، بتجعر اي حد من دول ما عرفش تاريخ ميلاده امتى، ثلاث ارباع جهله، ناس بتسقفوا خلاص تخلف مزمن، فلابد ان الشعب المصري يتملص منه.